ايه؟ مفيش منديل، لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلها مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيني عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. فتيلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم ومفيش عربيه بعد كده. هات يا بنتي مفتاح العربيه. ايه يا بابا دي امي كانت جايباها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما انام، انا امي كانت جايباها لي. امي يا نهاري اسود ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجه ومفيش ولا مليم بعد كده. هاتي المفاتيح يلا. انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ الله اسيك شرب بنزين وخلاص. انا ركبت، يلا يلا غوري من هنا. لندن، استراليا، وطوكيو، ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابية يعني؟ ده الشرابية دي فيها شغل كده، بس اللي يلاحق. يلا. جرحت الشنطة. ابعتيلي سالي بسرعة يا غادة. حاضر يا فندم. مين ده يا غادة؟ ده أدهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى، السلام عليكم. رايح فين؟ قلت أقف شوية. في إيه يا أنكل؟ هو أنا سرقت حاجة ولا إيه؟ شش ولا كلمة. تعالي. قولي ها 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 انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك، ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده اخر رشدي اباظه؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لما حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت اتفضل. عطولي جيت. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره! انت بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت، اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه يا واد انت؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادهم، يعني هو مفيش غيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادهم. انتوا واقفين تتفرجوا، شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتضرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله اتهربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه؟ خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه يا خمس نجوم، ما تقلقش دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه طبعا فل المعلم مشمش. والله ده كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح،
هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شد. ايه ده؟ مخدرات. ده يا راجل. حبيبي. مساء الفل. مساء القشطة يا معلم. مين؟ احسن حاجة في الحشيش ده ان مفيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعة ما تاخذنيش، انا اول مرة اشرب خمرة. خمرة ايه؟ ده صاحبك ده بقى راح في داية. انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا، بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بذر. يبقى الشهادة لله ولا مش الشهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي، أنت إزاي جاي كده وسايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنط، إزيك يا طنط؟ إزيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن. تعالي سلم وفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبدله. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. وانتي من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقولك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. انت مشوف مين اللي عامل فيك؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريني. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجه. بتوريني يا جدع؟ ما فيهاش حاجه، احنا اخوات يا عم. هو الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسه يا معلم، كبسه يا معلم. إيه؟ مش كبسه. كبسه يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا ايه؟ مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى، المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر المخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعادتك، باشا ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم مش الجيات اكتر. يلا. وانت من اهله يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ فيك ايه؟ اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحها صهاري، شتها ولا امي، عدها
ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي ابوظه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو، ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقه اصل انا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر ربعايه واكون عندكم. ايوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعه جالي شغل. يلا المكان ده وشه حلو عليا، اشوفك بكره. سلام حبيبي. خير رشدي؟ ايوه اباظه فعلا. ايه ده، مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدتي منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ احنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة متأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال، ابن الكلب عوام. معلش، معاك حق. أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي انا فيه دلوقتي، بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. وفي يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه. فالعربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده ولا هيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا انا عاوزة فلوس. مني انا؟ انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم، ده انتوا اللي خاطفيني. لا لا لا، زي ما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفديه، وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا، ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي،
افرضي ابوك يبلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع. قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا ساري. فكيني يا عروسه. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من نجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب ده حاجه كويسه خالص. ايه الكويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب. اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ. لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده؟ ايه ده؟ الشلل اللي انتشر ولا ايه؟ بس ده كلام يعني؟ ايه بس؟ في ايه؟ مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايو ولا عوامه ولا اي حاجه. مايو ايه وعوامه ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى. قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره. اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه اركز بيهم البيت. هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب اروح عشان اروح اغير هدومي. لا. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخة حرام عليك كده، شكله غلبان قوي. وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان ده شكله لئيم جدا. مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له. احنا مهما كان بنتين لوحدنا. معاكي حق. انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان محدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، محدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا. ايه ده؟ الحق بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي. مش هنتاخر. طيب يلا. الاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة احطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ يا ربي يا ساتر.
ايه ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديلي الاريال. ميرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانة يكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيه الشاذلي ما شفتيش البنت دي معاه؟ مين دي؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. والله يا سي رشدي، بيعرف يخطف ويغتصب، ما انا كنت قدامه. ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بص يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه. اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش، زقني قال له ايه وديني يا واد يا ادهم بلا اهرك وقطع قلبك على بنتك. قال يا واد يا ادهم. مش مشكله بس هو والله ولد طيب وحساس. في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي. يا ريت اقدر امشي. ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطينت. يا نهار اسود. الحمد لله ان الدرس سليم. ايه ده؟ التلفزيون اتظبط. ايه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظه. هو ده بقى